طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل دكتور غادة قصير حبت تدق ناقوس الخطر وتقول لكل امرأة انتبهي في منطقة معينة بالجسم لازم تهتمي فيها وإلا بتظهري أكبر سنا. فتعوا معنا حتى نشوف شو خبرتنا تحديدا. أحيانا كثير بنهتم بوجهنا ولكن بننسى محل كثير أساسي وهو منطقة الرقبة، المنطقة اللي ممكن تبين الايج اللي عندكم وعمركم من دون ما تحسوا، لأنه دائما نحن التركيز بيكون على الوجه، بنحط مساحيق العناية بالبشرة على الوجه وبننسى الرقبة. الرقبة مكان كثير مهم بتركيبته، هو مكون من 3 كومبوننت أساسيين، من الجلد والعضلة والدهن. أما أمتين لازم نلجأ للعملية للحفاظ على نضارة وشباب منطقة الرقبة، فهيك قلت لنا. يعني أنا ممكن يكون عمري صغير ويكون في عندي دهن ويكون في عندي أنجل أقل من 90 درجة بقلب منطقة الرقبة، فهيدي يعني تقريبا مثلا 45 درجة، فهيدي الرقبة بحاجة إنه أنا زبط هيدي الأنجل اللي الموجودة هون، وهيدا عادة بيكون عامل وراثي منه عامل نتيجة العمر. بهيدي الحالة نحن بنقدر إنه نسحب الدهن من هيدي المنطقة، واليوم تقنية الليبوسكشن لايبوليز، يعني عم نحكي عن ليزر تايتنينج بتشدلنا من بعد ما شلنا هيدول الدهنات. ما بيكفي للرقبة انه نحنا بس نشيل الدهن، نحنا لازم كمان نشد الجلد الموجود لحتى ما يصير في عنا ترهل ما بعد الشفط الموجود. فبهيدي الحالة نحنا عم نكون مع رقبة محددة كونتورينج، ايضا الرقبه الجزء منها الاساسي هو الجو لاين او المنطقه اللي هي كمان ممكن يكون في بقلبها دهن، فبصير الشفط من منطقه الرقبه ليشمل الجو لاين وحتى يوصل لمنطقه الديكولتي لتحت. هيدي المنطقه كلياتها لما بنشفطها بصير في عندنا رقبه محدده مع الجو لاين محددين، وبالتالي بنحصل على نتائج مذهله بهيدي العمليه. وهل ممكن نشد العضله بمنطقه الرقبه من دون جراحه؟ فينا نشد الجلد بواسطة التقنيات الغير جراحية، يعني عم نحكي عن تقنيات الالتراساوند الراديو فريكوانس، عم نحكي عن كمان الليبوسكشن لايبوليزر بواسطة الليزر، عم نحكي عن كل ليزرات الفراكس الليزر ليزرات الشد، عم نلجأ كمان للميزو لحتى نشد بواسطة الهيرنيك أسيد حتى نشد هيدي الجلد الموجودة. بيبقى عندها الكومبوننت الاساسي وهو العضله، هل قادره انه انا شد العضله من دون جراحه؟ وهون هو نعتبر بالنسبه بعالم التجميل التشالنج الاساسي لإلي، قادرين بواسطه الهيفو ماشين او الالترا ساوند اللي حيشتغل لي على العضله ويرجع يبنيها من جديد، وبالتالي حيكون في عندي عضله مشدوده اضافه لجلد مشدود اضافه لرقبه خاليه من الدهون وكونتورنج محدد وكله بدون جراحة. وبرأيكم من بعد الخضوع لكل هالتقنيات قد الفترة الزمنية يلي بتضل فيها الرقبة تبين أكثر شباب ونضارة؟ الليبوسكشن لايبوليزر هي بتضاين كسيشن لسنين ممتدة، نحن قادرين انه نرجع نعمل اي سيشن يمكن بعد 10 سنين بعد 15 سنة اذا نحن احتاجنا، ولكن حلو فيها انه نحن هون عم ندوب الدهن بشكل دائم، يعني الدهن ما حيرجع، ممكن انه يرجع يصير في عنا نتيجة العمر ترهل بالجلد، فقدرانين نعالجه بواسطة الليبوسكشن لايبوليزر او باي ليزر تاني او اي طريقة تانية نحن بحاجة انه نستعملها. بالنسبة لتقنيات الالترا ساوند وشد العضلة كمان هيدا بتضيننا، ممكن ضيننا اكثر من 5 سنين، فينا نحن نعيدها باي وقت حسينا انه ترهل موجود، هي عبارة عن جلسة واحدة بتنعاد باي وقت نحن قادرين او حاسين انه بحاجة بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين. بالنسبة لتقنيات الميزوثيرابي للرقبة عادة بحاجة بين 3 لـ5 جلسات، ولكن قادرانين كمان تريتمنت انه نعمل كل سنة جلسة واحدة لنحافظ على الشد بالنسبة للجلدة. وبختم حديثنا الشيق مع دكتور غادة قصير، اكيد حرصة تعطي بعض النصائح للمرأة، فبرأيكم شو قالت؟
اليوم الغذاء والتمارين الرياضية اللي انتم بتعتمدوها منا بعيدة ابدا على عالم التجميل وهو تكملة له، فاليوم الاستعانة بالكولاجين والفيتامين سي لحتى يعملنا ستيموليشن للكولاجين من خلال الاكل او حتى من خلال الفيتامينات اللي انتم بتاخدوها بساعدكم كتير لتحافظوا على رقبة مشدودة وجلدة مشدودة، حتى شرب الماء بكميات وافرة كمان بحافظ على هيدا الشيء، والاستعانة بال الكريمات الكولاجين وفيتامين سي ايضا كمان بساعدكم. ونصيحتي لكم اخر شيء دائما خلوا الامتداد الكريم عندكم من ناحيه تحت لفوق، يعني دائما ضد الجرافيتي لحتى نضلنا محافظين على الليفتينج بالنسبه للرقبه او حتى بالنسبه للوجه.